يا مرحبا فيكم يا متابعين سيمبا، حياكم الله في مقطع جديد. هالمرة بنروح على السلف، بنشوف بنراجع السلف حق سيارات الشفر والجموس، وبنشوف كيف نسوي لهم اختبار او يسمونه البنش تيست. يعني راح هو برا السيارة راح نجربه، نشوف كيف عملية كيف يشتغل، وراح أراويكم في المقطع هذا الطريقة كيف تختبر السلف برا السيارة. القصة وراء ليش الحين قاعد أسوي، أنا قاعد ببدل السلف عندي في السيارة. هذا سلف قديم سوينا له إصلاح من قبل، ومرة ثقيل هذا الأصلي حق الجموس والشبر. في هذا السلف تطلع السنة هذه، وهذه اللي تمسك الحذاف، وتفر الماكينة. المشكلة اللي صايرة في السلف هذا ان الرنج هذا اللي داخل او السنون اللي داخل بعض الاحيان تضرب غلط في الحذاف، ويعني وبعض الاحيان تطلع معاي برا وبعض الاحيان ما تطلع معاي. يعني شوف الحين قاعد احاول اطلعه مو قادر اطلعه برا، بس السنون اللي داخل متاكله بسبب هذه المشكله، لان فيها مشكله تجي وتروح. فبسبب المشكله هذه انها دائما تجي وتروح، واحده من المرات وانا قاعد ادق السياره سلف، السنون اللي داخل السلف ضربت غلط في الحذاف، وسمعت صوت حديد، ضرب حديد في حديد، ومنها السلف هذا مو جاي يشتغل مضبوط، دائما يضرب بس يضرب بطريقة غير صحيحة. فقررت اني افتحه برا، ابغى اراويكم انا ايش المشكلة اللي فيه. اوكي، خلنا نحاول نسوي لكم زوم. فلو تلاحظ هنا في الداخل هذه التروس لما تدق السلف تطلع برا متآكلة جدا في هذه الجهة، أوكي؟ فعشان كذا قررت إني أطلعه وأتفحصه وأقرر هل أبدله ولا لا. اللي صار إني قررت هذا السلف سوينا له إصلاح مرة من قبل، ولأن أنا عندي حذاف جديد في السيارة فما أبغى أغامر إني أصلح هذا مرة ثانية ويخرب علي ويقوم يخرب لي الحذاف الجديد. فإذا خرب الحذاف الجديد الله يعينك، لازم تطلع يا الجير يا الماكينة متبدلة. فقررت أني أروح بسلف جديد. الآن في هذا المقطع راح نحاول نسوي البنش تيست حق هذا السلف، وبنقارنه مع السلف الجديد كذلك، ونشوف إيش الفرق في العمل. الآن خلنا نتعرف على مكونات السلف عشان نقدر نسوي له التيست أو البنش تيست. الحين السلف في هذه الملقبة عندنا بالعامية بالدقمة، هذه اللي تشبك في السلف المفتاح في السيارة، يشبك هنا. فيقوم يعطيه علامة، يعطيه إشارة، ولما يعطيه إشارة تكون هنا مشبوكة البطارية، فيجي لك 12 فولت كامل هنا، زين، طبعا بسلك سميك. فلما هذا يجي له إشارة إيش بيصير؟ هذه الدقمة راح تفعل، تستخدم الكهرب اللي جاي من هنا، راح تفعل الماطور الكبير، والماطور الكبير هو اللي راح يطلع التروس اللي فيه ويشبك فيه ال ايش يسمونه الفلاي ويل، وراح يفرها معك. اوكي، هذا طريقة عمله بشكل مبسط. الآن كيف نسوي الاختبار؟ الآن طريقة اختبار السلف، تحتاج سلك عادي صغير ما عندك مشكلة، زين، وتحتاج بطارية. فأنا شابك على السيارة الآن البطارية في السيارة، شابك عليها السلك هذا الجمبر كيبل الأحمر البوزيتيف والسالب عندي الأخضر. فكيف طريقة الاختبار؟ طريقة الاختبار أن تأخذ أول شيء تركب السلك القصير في نفس القطعة هذه اللي يجيها اللي فيها السنة الكبيرة، وتخلي هذا حر على برا، خليه تحت الان في الارض، وبعدين تشبك الموجب للبطارية وين يركب الموجب في هذه السنة. طيب نبغى نكون حذرين علشان ما يمسك القطعة اللي تحت هذه، لان هذه بيجيها السالب،
فهذه بهذا الشكل. اوكي، وبالنسبه للسالب وين تركبه؟ تركبه في البادي حق السلف. فمثلا نجي نركبه هنا، بنشوف منطقه تكون ثابته. طبعا دائما البس نظارات سيفتي لان تتعامل مع كهرب واشياء تتحرك. فبعد ما تسوي هذه الحركه تاخذ السلك الصغير الجهه الثانيه وتمسكها في السنه الصغيره هذه. هذه هي اللي مشبوكه في السلف حق السياره. فاحنا اللي قاعدين نسويه ان قاعدين نسوي نفس طريقه السياره. فلما يدق السلف زين، هذا راح يكمل الدائره هنا وهذه راح تفعل الماطور الكبير. فكيف طريقه عمله؟ تمسكها وتهدها كذا. انا راح امسك هذا عشان بس ما يتحرك معي. هكذا. الحين راح اسوي زوم هناك وانا اسوي هذه الحركه، بتشوفون كيف تطلع البكره او التروس. انا المشكله اللي تصير معاي تصير تجي وتروح، فالسبرينج اللي يطلع البكره هذه او السنون هذه مرات يطلعها مضبوط مرات ما يطلعها مضبوط. فهذا يعني بخليه على جنب ويمكن استخدمه بعدين في مشروع ثاني، اسوي له اعاده اصلاح واستخدمه. اوكي، حين هذا هو السلف الجديد. في واحد من الاخوان قابلته في المحل اللي رحت اشتري منه السلف، الاخ عبد المنعم، رجال طيب، ونصحني اني استخدم هذا السلف. النصيحة جات ليش؟ يقول لي ان هذا السلف انه صغير ما يستهلك طاقة او ما يحتاج طاقة كثيرة من البطارية، فحتى لو كانت البطارية ضعيفة بعدك تقدر تشغل السيارة. هذه ميزة من الميزات انك تستخدم السلف الصغير هذا. نقطة مهمة، احيانا قاعد اركب الاسلاك، نقطة مهمة، السنة اللي مثل هذه اللي احنا مركبين عليها البطارية الان داخل، هذه نحاس خفيفة، فلما تركب عليها الجمبر او هذا السلك يعني القوي ترى راح يخرب السنون. فدائما نركب عليها نات او حاجة عشان تحميه، بعدين ركب عليه السلك هذا عشان بس ما يخرب لك السنون، يكون جديد وتخرب السنون مشكلة. اوكي، الان ركبناه كامل بنفس الطريقة الموجب مع السنة الكبيرة زين، وهذا المنطقة اللي يركب فيها السلف، وحطينا له السالب في الجراوند في البادي حق السلف. فنقوم نمسك السلف عشان ما يطيح، ودائما افضل انك تكون لابس مثلا نعال ربل ولا شيء عزكم الله، عشان يعني اذا في مشكلة ولا شيء ما توصل انت اللي توصل للارض كهرب. زي كذا احنا راقبه هناك. فهذا هو الفيديو بشكل مختصر. هذا سلف قديم، هذا سلف جديد، انت على حسب ايش المشكلة اللي عندك، اذا تحتاج تبدل سلف ولا لا. واذا عندك مشكلة في السلف تقدر ان انت تطلع برا وتسوي له اختبار بنفسك. هذه الطريقة شاركناها معاكم الان في الفيديو. وكيب يور هاندز ديرتي.